السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة بصراوة خياطة مع النسيم، مرحبا بكم، مرحبا بكم في الفيديو الجديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا في صحة جيدة إن شاء الله. مرحبا بكم في جميع الحضور، كنشكر الناس اللي تابعونا خلونا لنا تعاليق، كنقول لكم كنشكركم بزاف، تحياتي للجميع. كنتمنى من الناس اللي أول مرة شافوا هذا الفيديو تابونوا عندنا، كنقول لهم مرحبا بكم قناتكم، كنتمنى الله تشجعونا. تشجعونا اللي دخل عندنا يخلينا كومنتير لايكات، مرحبا بالجميع، تحياتي للجميع. قناة الخياطة وفصالة قناة فصالة وخياطة مع الناس يمكن تشكركم، تحياتي للجميع، مرحبا بالجميع الإخوان. بغيت نوريكم اليوم هذا الموديل إن شاء الله، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وتشوفوا واحد الموديل زوين. مع دابا قرب العيد إن شاء الله، العيد الكبير ما بقى ليه والو. الناس اللي باغيين يخيطوا في هاد العواشر هادي كنشارك معكم هاد الموديلات، كنتمنى من الله يعجبوكم، واللي شاف شي موديل تا هو يعجبو يخيط عليه مرحبا بالجميع، يخيط على اي خياط يشوف الموديل يوريه الموديل يدير له بحالو. صار موديلات جداد وزوان وزوينين، كما كتشوفوا بلا ما نطول عليكم، مرحبا بالجميع، نوريكم هاد الموديل هذا كما كتشوفوا معايا، موديل ديال الخيط المعلم تبارك الله، جليلي بزوينة، كنتمنى من الله تلبسها مولاتها بصحة وراحة. صراحة طلعت ليها زوينة بصحتها وراحتها، قربت لكم شوية الخدمة باش تشوفوها، خدمة تبارك الله نقية زوينة، كنتمنى من الله تعجبكم. هاد الموديل هذا يلاه طلع زوين جديد صراحة، شحال ما صورت شي موديل مع الوقت وصافي وما كيكونوا موديلات، كنتمنى من الله كون على الوقت باش نصورهم، كل نهار نصوركم فيديو جديد. خدمة كما كتشوفوا في القبة كي دايره نقية، شوفوا تا هما هذه الخدمة القدام تا هي كما كتشوفوا معايا، تلبسها مولاتها بصحة وراحة، طلعت لها زوينة تبارك الله تستاهل، كليانة زوينة لا عمرها دار. كتشوفو الكميمة تا هما كما كتشوفو نفس الخدمة اللي في الصدر، كتشوفوها في الكمام كما كتشوفو معايا، هذا هما الكميمات، هذا هو الصدر. كنشكر الناس اللي تابوناو عندنا، كنشكر الناس اللي جاو شافو الفيديو تابونا وخلاو لايكات تعاليق، مرحبا بالجميع وتحياتي للجميع. كنشكر الناس اللي خلاونا تعليق، كنشكر الناس اللي اول مره يشوفوا الفيديو يجيو تابونوا عندنا يوصلهم كل جديد ان شاء الله. ومرحبا بالجميع وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.